الحقيقة النسخة دي أهم ما يميزها إن هي بتؤهل للأولمبياد بتاعت لوس أنجلوس سنة 28، ودي حاجة حقيقي مخلينا كلنا يعني very excited. وطبعا السنة دي برضو في عدد جنسيات أكبر بتشارك، والجائزة المالية برضو أكبر. بس حقيقة أهم حاجة اللي بخلينا أنا شخصيا يعني very excited هو انها بتأهل اللاعبين اللي هيكسبوا ان شاء الله لأولمبياد 28. وانا كنت مستني من زمان جدا ان السكواش تدخل كلعبة أولمبية، فان شاء الله كل التوفيق لكل المصريين. والله يا حلم، هي دي الفكرة، ان احنا عندنا كل المرافق، كل البنية التحتية، كل الخبرات اللازمة لتنفيذ بطولات وفعاليات على مستوى عالمي. تمام. الأولمبياد مسألة كبيرة جدا جدا جدا. بص، هو أي بطولة طبعا مما لا شك فيه بتبقى يعني بالضبط، بالذات لو بطولة عالمية بيبقى الموضوع فيه نوع من أنواع التيم عندنا حقيقي تعود جدا على إن هو يعمل التصاريح المناسبة في الوقت المناسب، على إن هو طبعا إحنا كمدينة بيبقى عندنا ضغط جامد جدا، بيبقى التنظيم بتاعها بيبقى محتاج فعلا حرفية جامدة جدا 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 واحترافية. والحقيقة اللي أنا حاجة من الحاجات اللي أنا فخور بيها جدا هو الفريق بتاع تنظيم المؤتمرات والفعاليات عندنا، إحدى أحسن الفرق، مش هقول في جمهورية مصر العربية بس هقول على الأقل في المنطقة يعني العربية كلها لو مش في العالم. يعني فعلا فريق محترف جدا جدا جدا، وده بيخلينا ان احنا في صعوبات كتيرة بس الحقيقة هم بيقدروا ان هم يتجاوزوها ونطلع بالآخر بمنظر مختلف.